عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلنا الطيبين اللي منورين من كل حتة في مصر، أهلا بيكم ومساء الخير. أهلا بكل إيد جت تساعد، وكل صوت بيهتف بفرحة، وكل قلب اتربى على حب الخير. أهلا بأهل الدلتا والصعيد وسينا والقناة وكل محافظات مصر. أهلا بحضراتكم في يوم عظيم، يوم بنحكي فيه عن خير المصريين، خير رجالها، شبابها، وبناتها، وأطفالها، خير بنشوفه كل يوم في شوارع المحروسة، خير جوه كل عيلة عرفت تربي ولادها على المحبة والعطاء. والنهاردة يوم لمة العيلة الكبيرة، عيلة واقفة مع بعض بتسند بعض، عيلة تربت على كلمة خير ربنا كتير، وعشان كده عمره ما فارقنا الخير، ومهما كان الحمل تقيل عمره لا كان صعب ولا كان مستحيل، لأننا شايلينه مع بعض إيد بإيد وكتف في كتف.